الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الحمد لله الذي شرع لنا من الأوقات المباركة ما تضاعف فيه الأجور، فهذه أمة مباركة، ليلة واحدة خير من 1000 شهر. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة المباركة، وهي ليلة القدر، لعظم قدرها ومنزلتها وعظم الأعمال الصالحة فيها، وقيل لتقدير أفعال العباد في هذه الليلة تلك السنة. فحري بنا أن نجتهد في هذه العشر الأواخر تلمسا لليلة القدر، وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر. وإذا صادفنا، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، رأيت إن وفقت ليلة القدر، ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو عني. فنجتهد بهذا، بل كان يعتكف في العشر الأواخر تحسب ليلة القدر، ومع هذه الجائحة الاعتكاف يكون في المساجد، لقول الله جل وعلا: ولا تباشرون وأنتم معكفون في المساجد. فالاعتكاف في المساجد، ولكن أنت في بيتك يا عبد الله لك أن تجتهد كل ليلة بالمحافظة على صلاة العشاء وصلاة التراويح والقيام 13 ركعة أو 11 ركعة، ثم تكثر من الدعاء والالتجاء المولى جل وعلا والذكر في هذه الليلة المباركة. فإذا قمت هذه العشر وفقت ليلة القدر، أسأل الله يوفقنا وإياكم قبل ليلة القدر، ويعظم لكم الأجر ويحط عنا وعنكم وزر. وصلى الله وسلم على محمد.